ما هذا؟ ألا أستطيع طلب الهدوء حتى أقرأ قصص المصورة وأنا دون ملابس؟ حين يكون لديك 10 أخوات فصعب أن تنعم بلحظة سلام. هل تجد أن العيش في سلام مستحيل؟ نعم. انتظر، نعم. إذن أنت بحاجة إلى سماعة أذن، وبعدها ودع الضوضاء. تخلص من العالم المزعج وتمتع بالوقت مع نفسك مقابل 19.99. ممتاز. مرحبا. التسليم في نفس اليوم؟ نعم نعم. وكم سيكلف؟ أخبرك لاحقا. حسنا، موافق. وداعا للضوضاء، خذ النقود. الضجيج؟ هيا هيا بالي. اختفى. إلى اللقاء يا أخواتي المزعجات، ومرحبا بالهدوء. كما تريدين يا أختي. عزفك رائع. بالطبع يا صغيرتي. وداعا للضوضاء. أوه، هذا مذهل. لقد نجحت. سوف أتابع القراءة وليستمر الهدوء. جميل، شيء جميل. نعم بالتأكيد يا لين، أرينو. أها، أتفق معك. نعم نعم بالتأكيد. أشكركم على اليوم الصامت. أنتم أصدقائي الجدد المفضلون.